لم تمنع حداثة سنه من أن يكون واحداً من أكثر الشباب المصري إصراراً وسعياً وراء خدمة مجتمعه ووطنه. لقد بدا جلياً نبوغه العلمي والعملي منذ دراسته للهندسة المعمارية، ففور تخرجه انضم إلى هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأيضاً جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعتي كارديف متروبوليتان ويونيفرسيتي أوف هال العالميتان. إنه المهندس محمد عبد الحميد كامل، خريج برنامج كن سفيراً للتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والحاصل على دورات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات وصناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والحاصل أيضاً على دورة تدريبية في مكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وهو حالياً باحث دراسات عليا بجامعة القاهرة. لقد أدرك المهندس محمد كامل أهمية وشرف العمل المجتمعي، فقد التحق بلجنة التدريب بنقابة المهندسين المصرية للعمل كعضو فاعل ومنسق عام للجنة والمنسق العام لليوم التدريبي الذي حقق نجاحا باهرا بحضور أكثر من 600 مهندس. كما كان له دورا بارزا في العمل بلجنة التنمية المستدامة كمقررا للجنة التي لم يمر على إنشائها أكثر من 3 أشهر، إلا أنها قد قامت بالعديد من الأنشطة، وأبرزها توفير 75 فرصة تدريبية مجانية للمهندسين حديث التخرج بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تأهيل حديث التخرج في مجال الطاقة الشمسية. هذا بالإضافة لحصوله على العديد من التكريمات سواء داخل النقابة أو خارجها، كما كان له ظهورا مميزا في وسائل الإعلام المصرية. كل هذا وأكثر ولد لديه دافع في استكمال مسيرته وعطائه لخدمة مجتمعه الهندسي، وذلك بترشيح نفسه على مقعد عضوية الهندسة المعمارية تحت السن بالنقابة العامة للمهندسين المصرية، راجيا من الله عز وجل أن ينال ثقة ودعم زملائه المهندسين لاستكمال مسيرة العطاء. بكم سنكمل الطريق.